بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أعزائي الطلاب. وفي فيديو جديد سنشرح إن شاء الله في هذا الفيديو حل عدة بطاقات من بطاقات التعلم الذاتي والمادة التعليمية في أحياء الصف الحادي عشر علمي. أنا صفة ظهير وأقدم محتوى تعليمي. إذا لم تشترك بالقناة يرجى أن تشترك بالقناة وأن تدعمنا بزر لايك، ولنبدأ على بركة الله. تعتبر الخلية طبعا كما أخذنا في الدروس السابقة والسنوات السابقة هي وحدة البناء الأساسية في جسم الكائن الحي، وعلى الرغم من اختلاف أشكالها وأنواعها إلا أن التركيب الأساسي لها يتكون من ثلاثة أشياء أساسية، وهي الغشاء الخلوي والسيتوبلازم والنواة. طبعا تعرفنا سابقا أن السيتوبلازم يتكون من السيتوسول وهو سائل غروي، بينما عضيات ويوجد به عضيات الخلية طبعا تعمل بشكل متكامل من أجل أن تلبي حاجات الخلية. العضيات نوعان، إما غشائية أو لا غشائية، لكن هناك منها الشبكة الأندوبلازمية سواء ملساء وخشنة، هذه تكون غشائية. الريبوسومات غير غشائية، أجسام جولجي والميتوكوندريا والبلاستيدات الخضراء بأنواعها، أجسام الحالة، الفجوات والميركزان، كلها أجزاء تكون في الخلية. طبعا في أي جزء من المسؤول عن حماية مكونات الخلية؟ هو الغشاء الخلوي، لأنه يحيط بالخلية عزيز الطالب. وأما المادة الوراثية في الخلية خصوصا حقيقية النواة، هنا يقصد في خلية حقيقية النواة في النواة، لكن في بدائية النواة سيكون في السيتوبلازم. طبعا عزيز الطالب يريد منك في البداية ما وظيفة كل من البلاستيدات الخضراء، الريبوسومات، والنواة والنوية. طبعا هنا أنا قمنا بتجميعهما. في البداية البلاستيدات الخضراء هو القيام بعملية البناء الضوئي، حيث يتم إنتاج الغذاء والأكسجين وطبعا وغاز ثاني أكسيد الكربون والماء طبعا باستخدام الضوء. طبعا هذه كلها عملية البناء الضوئي ينتج عنها الغذاء والأكسجين. طبعا ماذا نحتاج لهذه العملية؟ نحتاج ثاني أكسيد الكربون والماء طبعا بالإضافة لضوء الشمس. الريبوسومات تقوم بعملية تصنيع البروتين، فهي مصانع البروتين في جسم الإنسان. وعلى العموم النوية هي التي تصنع الريبوسومات التي بدورها تصنع البروتين. النواة هي مركز العمليات الحيوية، وبدونها تموت الخلية، هي المسؤولة عن جميع العمليات، وفيها المادة الوراثية التي من الدي ان ايه. طبعا معروف ان الدي ان ايه هو الذي يخزن المعلومات، هو الخارطة التي تستطيع من خلالها بناء البروتينات. طبعا السؤال في نشاط ثلاثة، ماذا يحدث في حالة المركزان عن غياب المركزان عن الخلية الحيوانية والميتوكوندريا عن الخلية النباتية؟ طبعا في الأول المركزان تفقد قدرتها عن القسم، لأن وظيفة المركزان هي المسؤولة عن إنتاج خطوط المغزل التي ترتبط بالكروموسومات، بينما تتوقف الخلية النباتية عن إنتاج الطاقة لأن الميتوكوندريا هي المسؤولة عن إنتاج الطاقة. هنا سنبدأ الآن في بطاقة رقم 2، وهي بطاقة التركيب الكيميائي للخلية. طبعا عزيز الطالب العناصر الموجودة هي في الطبيعة 92 عنصرا، منها 25 عنصرا في الإنسان و17 عنصرا في النبات. العناصر الأساسية هي الكربون والأكسجين والهيدروجين والنيتروجين، وهي أربعة عناصر تشكل 96% من كتلة الكائن الحي. وهذه المركبات في الخلية تنقسم إما مركبات عضوية أو مركبات غير عضوية. طبعا هنا في النشاط الأول عزيز الطالب يقول لك ما عدد العناصر التي يحتويها جسم الإنسان؟ 25 عنصر. ما نسبة تمثيل الكربون والهيدروجين والأكسجين في جسم الإنسان؟ هو 96%. طبعا هنا فسر ما يلي: على الرغم من ندرة الحديد في جسم الإنسان إلا أنه مهم لحياته، وهذا يرجع لأن الحديد يلعب دورا أساسيا في تركيب الهيموجلوبين. طبعا نحن نعرف أن هيموجلوبين الدم هو المسؤول عن نقل الأكسجين، وبالتالي هو المسؤول عن إمداده لجميع خلايا الجسم. يمثل الأكسجين نسبة عالية في جسم الإنسان لأن الأكسجين عنصر أساسي طبعا في تكوين ماذا؟ الماء. طبعا الماء كم يشكل من جسم كل كتلة الإنسان؟ ثلثي كتلة الإنسان، وأيضا يدخل في تركيب معظم المركبات
العضوية، لذا يكون هو أعلى نسبة من نسب العناصر فيه. هكذا نكون أنهينا هذه البطاقة. سنبدأ الآن في بطاقة رقم 3. بطاقة رقم 3 المركب الماء، والمركبات غير العضوية هي مركبات بسيطة يحصل الكائن الحي عن طريق التغذية، طبعا مثل الماء والأملاح المعدنية، طبعا هو بالتالي لا يستطيع أن يصنعها. فالماء تتراوح نسبته من 5 إلى 95% من كائن الحي، طبعا حسب نوعها، لكن هذا هو المهم، يعني هذا عزيز الطالب هو أهم شيء في هذا الدرس. وهو يمتاز الماء بعدة خصائص أهمها مذيب جيد للمواد الأيونية والجزيئية، يساعد في نقل المواد من داخل وخارج الخلية لأنه مذيب جيد يحولها لينات، يعطي الجسم المرونة والليونة، والحالة النوعية له عالية. طبعا وهنا نستطيع أن نحسب نسبة الماء عن طريق هذا القانون، وهو كتلة الماء قبل التجفيف ناقص كتلته بعد التجفيف على كتلة المادة قبل التجفيف ضرب 100%. وهنا في النشاط 1 في البطاقة 3 اكتب المصطلح العلمي مواد بسيطة التركيب يحصل كائن الحي عن طريق التغذية ومنها الماء والأملاح، المركبات غير عضوية، مذيب جيد لمعظم المواد الأيونية والجزيئية طبعا وهو الماء. طبعا يريد منك عزيز الطالب أن تفسر يوفر الماء وسطا ملائما لحدوث التفاعلات الكيميائية داخل الخلية، ويعد الماء عامل في تنظيم درجة حرارة الجسم. طبعا في البداية السبب لأن قطبية جزيء الماء تعمل، طبعا القطبية سببها الروابط الهيدروجينية بين جزيئات الماء، فبالتالي هنا تعمل على قدرة تفكيك الرابط، لأن الرابط الهيدروجيني من الروابط القوية، فبالتالي تعمل على تفكيك الجزيئات وإلى أيونات، إلى طبعا مواد أيونية. طبعا هذه يسهل عملية إذابتها، ومن ثم تبدأ عملية النقل من خلاله. طبعا الشيء الأساسي أن قوة الماء قوته العالية في الإذابة يزيد من الحرارة النوعية مما يزيد حرارته النوعية، وهذا طبعا الحرارة النوعية للماء يعمل على امتصاص الحرارة الناتجة من التفاعلات، فبالتالي هو وسط مناسب لحدوث التفاعلات. طب لماذا هو ينظم حرارة الجسم؟ لأن الحرارة النوعية للماء عالية فتعمل على الحفاظ على حرارة الجسم من التقلبات السريعة وتقليل أثرها على الجسم، هذا في الجزئية الأولى. في الجزئية الثانية يكتسب الماء الكثير من الحرارة وبالتالي يتبخر عن سطح الجلد مما يعمل على خفض حرارة الجسم خصوصا في فترة الصيف، وهذا الكلام أثناء العرق. طبعا يتم تجفيف 250 جرام من البندورة فأصبحت كتلة 10 جرام، احسب نسبة الماء المتبخر. طبعا عزيزي الطالب هنا نسبة الماء في الخلايا الكائنات الحية، طبعا القانون كتلة الماء قبل التجفيف ناقص بعد التجفيف على قبل التجفيف ضرب 100%. طبعا قبل التجفيف 250 ناقص 10 بعد التجفيف على قبل التجفيف 250 ضرب 100%. طبعا 100% تنزل كإشارة فقط، تضرب أنت في 100 فبالتالي ستكون نسبة الماء هي 96% في من خلايا البندورة. طبعا هكذا نقول أن انهينا هذه البطاقة، ولنبدأ في بطاقة رقم 4. طبعا بطاقة رقم 4 وهي الأملاح المعدنية. طبعا نسبة الأملاح المعدنية من 1 إلى 5% من كتلة الخلايا الكائن الحي، وقد تكون على شكل أيونات ذائبة. طبعا الشكل هذا مهم، تأتي دائما سؤال في الامتحان ما شكل الماء، إما شكل أيونات ذائبة، طبعا احفظ مثال أيونات الصوديوم والبوتاسيوم في الخلايا العصبية، أيونات الكلور والمترات في الخلايا النباتية، هي الشكل الأول. الشكل الثاني بلورات حية مثل أكسلات الكالسيوم في جذور النباتات، هي الشكل الثاني. مركبات الماء بين الخلوية وهي مثل مركبات الكالسيوم في العظام ومركبات السيليكا في الديوتومات. طبعا الآن سنبدأ، يريد منك أن تحل هذه العبارة، أنت طبعا قمت حلها وهي هذه العبارة. بالنسبة لليود أين يوجد؟ في الأسماك وبعض أنواع الطحالب البحرية، الفسفور. فطبعا حتى يكون الوقت طويل هذا هو حل هذا السؤال. طبعا بالنسبة للسؤال الآخر وهو يريد منك في البداية كم تبلغ نسبة الأملاح المعدنية في كتلة خلايا الكائن الحي من 1 إلى 5%؟ أي الأملاح الآتية تسهم في تكوين جزيئات حاملات الطاقة؟ طبعا الفوسفات. أي الأملاح ضروري لتقوية الجهاز المناعي وهو عبارة عن الزنك؟ طبعا الآن سنبدأ في بطاقة رقم 5 وهي الكربوهيدرات أحادية التسكر.
طبعا الكربوهيدرات، طبعا نحن نعرف المركبات العضويه هي بتكون بشكل اساسي من الكربون والهيدروجين، قد يضاف اليها بعض العناصر مثل الاكسجين النيتروجين الفوسفور، وتقسم الى مواد سكريه او مواد مصنعه مثل البلاستيك. طبعا هنا تصنف الى 4 مجموعات، هي الكربوهيدرات والليبيديات الدهون والبروتينات والحموض النوويه اللي هي الار ان اي والدي ان اي. طبعا هنا الكربوهيدرات ابسط المركبات الذات الاصل الحيوي، وهي بالأساس المصدر الرئيسي للطاقة، ولذا تسهم في كثير من العمليات الحيوية، وهي تقسم إما إلى أحادية أو ثنائية تذكر أو عادية. طبعا هذه الرسمة من الكتاب. أحادية لو كانت من عدد ذرات ثلاثة، ذرات كربون ثلاثة، الجلسرتايد وهو أبسط أنواع الكربوهيدرات، 4 الإيثروز، 5 الريبوز، 6 الجليكوز. ثنائي التذكر يكون جزيئان السكروز أو عديد التذكر مثل النشا. طبعا هنا ماذا تلاحظ؟ تلاحظ أن أحد التذكر صيغته CnCH2O مضروب في N. طبعا N عدد صحيح، عدد صحيح، وإما يوجد على شكل حلقات أو سلاسل. وأبسط عنصر كما تحدثنا هو الجلسرتايد، وهو الناتج النهائي في عملية البناء الضوئي، والسكريات السداسية أكثر من الأحادية تكون انتشارا، وتتضمن العديد من السكريات الجلوكوز والفركتوز والغلايكوتوز. طبعا هنا يريد منك أن تحل هذه الأسئلة. طبعا لا حتى يكون هذا الفيديو طويل، أنا قمت بحل هذه الأسئلة لكم، ومن ثم يريد أيضا في البطاقة علل و اذكر المقصود. طبعا اذكر المقصود، الكربوهيدرات هي مركبات ذات اصل حيوي تتكون من كربونات كربون وهيدروجين، وهي ابسط انواع المركبات والطاقه. يريد منك سكريات احاديه التسكر، هي عباره عن مركبات كربوهيدراتيه من 3 ل 6 جزيئات من ذرات كربون صيغتها على عامه، وتوجد اما سلاسل او حلقات. لماذا تسمى بمائية الكربون؟ الكربوهيدرات طبعا لأنه الكربون يدخل في بنائها 3 عناصر، وهي بشكل أساسي الهيدروجين والأكسجين والكربون، ونسبة الماء الهيدروجين الأكسجين 2%، فهي نسبة تشبه نسبة الماء، لذا تسمى بهذا الاسم. وتسمي المركبات العضوية بهذا الاسم لماذا؟ لأن كان يعتقد أنها فقط تدخل في كائنات الحية، ويمكن تحضيرها فقط من الكائنات الحية. يريد منك عزيزي الطالب الآن أن تقارن بين نوعين من أنواع السكر، وهكذا هذه هي المقارنة بشكل سريع. هكذا نصلنا لنهاية هذا الفيديو، نرجو أن يكون قد نال إعجابكم. إن شاء الله إذا أردتم أن نستكمل هذا الشرح اكتب لي في التعليقات، فسأقوم بحلكم أيضا 5 6 بطاقات حتى تكون هذه المادة سريعة الشرح لديكم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.